سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. حبر كثير ذاك الذي أسأله تصريح الدكتور أحمد الرسوني حول ارتياحه لعملية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، مبررا ذلك بأن الرئيس مرسي وجماعته لم يكونوا على استعداد لحكم مصر، لأن الدولة العميقة والضباط الأشرار كما سماهم هم من يحكم مصر حقيقة. كما دعا جماعة الإخوان إلى أعمال الاجتهاد في الواقع الجديد وعدم الارتباط بالماضي وبمؤسس الجماعة حسن البنا، كما دعاهم للاقتداء بالعدالة والتنمية في المغرب والنهضة في تونس، لأن كلا الحركتين فهمت الواقع المتحرك وتعاملت معه ببراغماتية، إلى غير ذلك من المآخذ التي ساقها في انتقاده للإخوان. كل ردودي على الرجل الثاني في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كانت من أبناء وقيادات الإخوان، وهذا متوقع. الغير متوقع أن يصل البعض إلى اتهام الرسوني بالضحالة الفكرية، والكل يشهد بالمكانة العلمية والفكرية للرجل، أو يتهم بالتشفي من الجماعة وتأييد الانقلاب وقد أعلن موقفه من الانقلاب مرارا. الرسوني في توضيحه ذكر أنه لم يكن يتمنى تولي الإخوان رئاسة مصر، لأنه كان يعلم أن الحرس القديم للمعبد لن يتركوهم طويلا، وهو ما حصل، وقد كان نفس السيناريو سيحصل في تونس لو لم تتدارك النهضة نفسها في الوقت المناسب. أين أخطأ الرسوني؟ ولماذا أثار موقفه كل هذا الغضب؟ ولماذا اعتبر البعض تصريحات الرسوني غير متوقعة وصادمة؟ هل حرام نقد تجربة الإخوان في الحكم والفكر والسياسة ولو كان أصحابها مبتلون؟ هذه الأسئلة وغيرها محور حديثنا في هذا حلقة اليوم من المشهد المغاربي. قبل شروعي في النقاش مع الضيوف نتابع مشاهدي الكرام هذا التقرير ثم نعود. عبر أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح عن ارتياحه لإزاحة محمد مرسي من رئاسة الجمهورية المصرية في حوار له مع أسبوعية الأيام المغربية. الريسوني برر هذا الارتياح بفقدان الإخوان في مصر للتمرس الذي يخولهم قيادة التجربة بسبب تواضع إمكانياتهم في تدبير الشأن العام، كما أشار أنه عبر عن رأيه صراحة للإخوان بمصر الذين نصحهم بتقديم طرف محايد مشهود له بالكفاءة واحترام الحريات والديمقراطية كعمر موسى أو البرادعي. ارتياح الريسوني أثار غضب رفاقه المشارقة كما المغاربة الذين اعتبروا الأمر خارج حدود اللباقة. الفقيه المقاصدي أردف تصريحه بتوضيح قال فيه أن ما فهمه بعض الفضلاء بأنني أزكي وأسوغ الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب غير صحيح، فالارتياح والسرور المعبر عنه إنما هو لفائدة محمد مرسي وجماعته وحزبه، حبا لهم وإشفاقا عليهم مما كانوا قد تورطوا فيه. لقد حمدت لهم إعفاءهم ورفع العبء عنهم، يقول الريسوني، لأنهم كانوا قد تحملوا ما لا طاقة لهم به ودخلوا فيما ليسوا مؤهلين له، مضيفا أن الوضع في مصر كان ولا يزال لا يسمح بالنجاح ولا بالعمل الطبيعي لأي رئيس منتخب من الشعب ولأي حكومة منتخبة من الشعب، بل الشعب نفسه وفي عمومه لا يزال إلى الآن في غيابات الجب. وأما الدولة المصرية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل المجتمع فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر والمخابرات والاستبداد والفساد والبلطجة والغدر والمكر على حد تعبيره. أما موقفي، يقول الريسوني، من الانقلاب المصري ومن سائر الانقلابات فقد كتبت في ذلك ما يكفي، وبعض مقالاتي في الموضوع لم يجف مدادها بعد، وأنا أعتبر أن أي انقلاب على الوضع الشرعي والاختيار الشعبي يشكل في حد ذاته ولو في لحظة وقوعه سلسلة جرائم وجنايات، فكيف إذا تأسس على الدماء والسجون والسلب والنهب، وكيف إذا طال أمده وامتد ليله؟ إذا مشاهدي الكرام، للتعليق على هذا الموضوع معي من لندن الدكتور عزام التميمي الأكاديمي المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، ومن الرباط المعطي منجب مؤرخ وباحث في الحركات الإسلامية. دكتور عزام التميمي، يبدأ معك هذا الحوار، أين أخطأ الرسوني بتقديرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخطأ طبعاً لا ينبغي لمن هو في موقعه ولمن هو في علمه ومكانته.
عندما يقول الإنسان أنه ارتاح لإزاحة رئيس منتخب ديمقراطيا، والمعروف أن الإزاحة جاءت بانقلاب عسكري دموي راح ضحيته آلاف العزل وشرد عشرات الآلاف وعشرات الآلاف غيبوا في السجون، المنطقة العربية كلها بسبب هذا الانقلاب تضررت. إذن كيف يمكن أن يرتاح الإنسان لمثل هذه الإزاحة؟ فهو حتى لو كما عاد وحاول التوضيح أراد شيئا مختلفا عما عبرت عنه ألفاظه، إلا أن ألفاظه كانت جارحة ومؤذية وأدخلت السرور في قلوب أعداء الربيع العربي وأعداء الديمقراطية وأعداء الإسلام والمسلمين. طيب دكتور عزام، لكن الخطأ إذن هو في العبارة التي استعملها وليس في ما ذكره وأورده. طبعا نحن البشر لا نحاسب الآخرين على نياتهم، لأننا لا نملك الاطلاع على ما في القلوب. نحن نحاسب الناس على ما يصدر من أفواه وعلى ما يصدر من جوارحهم من أفعال، لأن هذه هي التي تؤثر في غيرهم من البشر. الحقيقة تصريحه ما كان ينبغي أن يأتي من طرفه، خاصة أنه في أيام مرسي عندما كان مرسي رئيسا كان له المديح واعتبر أنه صامت في وجه التحديات، كان له موقف مختلف تماما. فلا أدري ما الذي حدث له، هل هو الضغط السياسي؟ ونحن رأينا أن انحسار الربيع العربي حقيقة أثر في مواقف كثير من الناس، ورأينا تراجعات في بعض الحركات الإسلامية لدرجة أن البعض أراد أن يتبرأ تماما من الإخوان المسلمين وينأى بنفسه عن حتى أحداث الربيع العربي وثوراته. واضح، تشير لحركة النهضة هنا. سأعود إليك دكتور عزام لمواصلة النقاش. الدكتور معطي المنجب المؤرخ والباحث في الحركات الإسلامية من الرباط، أجدد لك التحية. بتقديرك لماذا أثارت مواقف أو أثار هذا الموقف أو هذه العبارة ربما للدكتور ريسوني، لماذا أثارت كل هذا الغضب وردود الفعل المتشنجة وصفها البعض؟ أنا فعلا أنا شخصيا صدمتني، رغم أني أنا لا علاقة بالإخوان المسلمين ولا حتى بالإسلاميين، أنا يعني مؤرخ وفي الغالب يعني أنتمي لليسار الديمقراطي. ما صدمني هو أولا أنه قال أنه مرتاح، والإنسان لا يمكن أن يرتاح للظلم حتى ولو، وخصوصا أنه فكريا قريب من مرسي وقريب من الإخوان المسلمين مهما كانت مواقفه السياسية مختلفة عنهم. والحاجة الثانية التي أثارت يعني استغرابي هو أنه يعرف أن الإعلام يختزل أحيانا كلام يعني يمكن أن يكون فيه صفحات فيما يصدم. إذن الإعلام ركز على أنه قال أنه ارتاح لإزاحة مرسي، رغم أنه في الحقيقة هو يقول أنه ضد يعني ضد انقلاب العسكري، وهو فعلا ضد انقلاب العسكري، وحتى مواقفه في المغرب كانت شجاعة ويعني تؤيد الدمقراطة، ووقفت احيانا ضد يعني بعض قرارات المخزن التي لا تذهب في اتجاه الديمقراطيه او شيء من هذا القبيل. اذا انا ما استغربت له هو انه يقول انه مرتاح لازاحه مرسي من السلطه لان مرسي لم يكن محللا سياسيا جيدا، وانه قام وان الاخوان قاموا باخطاء وانهم ترشحوا للرئاسه. نعم. حتى ولو كان هذا صحيح فلا يمكن أن نؤيد يعني ضمنيا الانقلاب عليهم، لأن ليس مطلوب من كل رئيس دولة أن يكون. لكن الدكتور معطي، دكتور معطي، هل تعبيره عن الارتياح لإزاحة مرسي يعني بالضرورة تأييده للانقلاب؟ لا، ولكن هو يقول لا. طيب إذا لماذا هذا الربط؟ لماذا هذا الربط بين ارتياحه وبين تأييده الانقلاب، وقد عبر عنه في فيديوهات سنبث بعضها بعد قليل أنه ضد هذا الانقلاب، وفي التأكيد الثاني يقول ضد الانقلاب. هو لا يقول أنه ضد الانقلاب فقط استدراكا لما قال بأنه مرتاح. هو قبل هذا التصريحات ومنذ سنوات وشهور هو دائما كان ضد الانقلاب. نعم. ولكن أظن أنه تفرع وأن الكلام كان طبعا سفويا. طيب. فلما أثار هذه الضجة أراد أن يوضح رأيه أكثر، لكن هو ما زال يقول أنه غير مرتاح لإزاحة مرسي. وكيف يمكن أن نكون غير مرتاحين لإزاحة مرسي ونكون ضد انقلاب في نفس الوقت؟ هذا صعب جدا.
بأن المواقف السياسية يعني هي تكون في الغالب صعبة ومتقاربة، ولا بد أن يكون الإنسان واضح جدا. واضح جدا. أستاذ معطي، خليك معي لو سمحت. دكتور عزام تميمي، في ما عدا ذلك، لأنه كلام الرجل قال أشياء أخرى تتعلق بالإخوان، اتهمهم بالضحالة الفكرية، واتهم كذلك وقلة التجربة في الحكم إلى غير ذلك من هذا الكلام، بعيدا عن كلمة الارتياح، هل توافقه في بعض النقاط التي انتقد فيها الإخوان، منها تسرعهم كذلك في الترشح للرئاسيات، وكان يقول كان الأولى عدم الإقدام على هذا العمل؟ يعني كلامه في هذه النقطة هو اجتهاد سياسي يقوله كثير من الناس، أنا لا أتفق معه، ولكنه يظل اجتهادا واجتهادا مقبولا. أنا لدي معلومات مفصلة لماذا اختار الإخوان أن يترشحوا للرئاسة، وهو والكلام الذي لدي والرواية التي لدي رواية مقنعة، لكن لم يسمعها كثير من الناس. أنا سمعتها مباشرة من الأخ خير الشاطر الذي شرح لي الظروف التي اضطرته إلى ذلك. باختصار دكتور باختصار باختصار هذه الرؤية، يعني السبب يعني بين قوسين، يعني الرؤية أن الإخوان في الأساس لم يريدوا أن يرشحوا واحدا منهم، وعرضوا على 5 من كبار الشخصيات المصرية ومنهم المستشار طارق البشري أن يترشح واحد منهم للرئاسة، والخمسة اعتذروا واحدا بعد الآخر، وما كان الإخوان ما زالوا مصرين على ألا يترشح واحد منهم، إلى أن جاءتهم معلومات بأن الجيش يعد لحل البرلمان، وأن النظام سيصبح نظاما رئاسيا، وأن أحمد شفيق في الأغلب سيكون هو المرشح الفائز، وبذلك نعود إلى عهد مبارك. ولذلك رؤيتهم كانت أنهم مضطرين إلى أن يرشحوا أحدهم للرئاسة. كانت في معركة يعني شغالة مع المجلس العسكري في ذلك الوقت. الناس الحقيقة مثل الدكتور الريسوني ينبغي ألا يتعجلوا، إخواننا في السجون، الدكتور مرسي في السجن، خيرت الشاطر في السجن، المراقب المرشد العام في السجن، وكل إخواني 14,000 منهم في السجن، 40,000 منهم في السجون. والناس الذين في الخارج يفتون بغير علم، لا يجوز أن يفتوا بغير العلم في هذه التجربة، هذه التجربة فيها تفاصيل، وبحاجة إلى أن نسمع من الذين عاشوا هذه التجربة. طيب بتقديرك، لكن مسألة النقد في الوقت الحالي مسموح بها؟ لماذا البعض يعتبر نقد الإخوان في الوقت الحالي وهم مبتلون كما ذكرت أنه لا يجوز وأنه الأفضل الانتظار؟ لماذا التأجيل؟ لماذا لا يقدم من يستطيع ومن هو حتى خارج الإخوان على نقد هذه التجربة، خاصة على الأقل في فترة الحكم التي مضت؟ لا يملك أحد أن يحجر على أحد إذا أراد أن ينتقد، من أراد أن ينتقد فلينتقد، لكن كل ما هنالك نقول للناس من أراد أن ينتقد فلينتقد بناء على علم وليس بناء على مجرد أوهام أو إشاعات. معظم الذين تكلموا في هذه القضية لديهم معلومات مجزوءة أو مجتزأة، لا تعطي القصة كاملة، لكن أنا لا أملك ولا أحد غيري يملك أن يحجر على حرية النقد والتعبير، فلينقدوا كما شاءوا، لكن من المعيب حقيقة، من المعيب ومن انعدام المروءة أن يكون إخواننا في السجون يسلخون أحياء و مرتاحين في مجالسهم الوثيرة وهم ينتقدون يمنة ويسرى دون أن يدركوا التفاصيل. واضح جدا. دكتور عزام التميمي الأكاديمي المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، شكرا لك، كنت معي من لندن عبر الهاتف. أعود الأستاذ معطي منجب. أستاذ معطي، بغض النظر على العبارة التي ذكرها الريسوني في هذا الموقف، والكثير ربما لم يشاطره الرأي في استعمالها في هذا التوقيت بالذات، لكن ماذا عن بقية المآخذ التي ساقها، وربما على رأسها أنه أشار إلى أن الإخوان برغم طول هذا طول عمرهم، يعني أكثر من 85 سنة، لكن لهم ضحالة فكرية. دكتور معطي، فقدنا الدكتور معطي، نحاول التواصل معه. أرحب الآن بانضمام الأستاذ أحمد صابر الأكاديمي المصري معي من لندن. أستاذ أحمد مرحبا بك، ما تعليقك على تصريح الريسوني الأخير بشأن الإخوان في مصر؟
يعني في الحقيقة أنا دعني يعني أوضح أمر. أنا أتصور أن الإخوان المسلمين كما أعلم منهم أن فكرة المشاركة في الانتخابات لم تكن واردة على الإطلاق، لكن جدت في الأمور أمور جعلت هناك معاودة لفكرة المشاركة، وكان من أهم الأسباب هو وجود أحمد شفيق على رأس المرشحين، وبالتالي اضطر الإخوان مجبرين أنهم ينزلوا الانتخابات بزعم أن وجود شفيق هو امتداد لعصر مبارك، وأن تمت انتخابات بالفعل، وهذه الانتخابات يمكن أو تم استفتاء على الأمر داخل جماعة الإخوان، وتم قبول فكرة المشاركة في الانتخابات بفارق صوت واحد، لكن كان العدد كبير منهم لا يرغب إطلاقا في المشاركة، فالإخوان لم يدخلوا الانتخابات بقبول عام، لكن كان هناك تحفظ شديد فرضته ظروف خاصة. هذا بالنسبة لمشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات. طيب تفضل. فيما يتعلق بنقد الرسول لذلك، يعني أنا طبعا يعني أنا ما أقدرش يعني أرد عليه، هو له وجهة نظر، هذه وجهة النظر يعرضها الرسولي. يا أستاذ أحمد، الرسولي قال أنه مرتاح لإزاحة الإخوان من الحكم بهذه العبارة، فليكن. يعني هنا مش هو بس، كثير أعتقد يعني عندهم هذا الشعور، يعني يعني ما أعتقدش أنه هو انفرد بهذا الأمر. هناك أيضا فصائل مفترض أنها محسوبة على التيار الديني تعلن هذا، منهم كثير من السلفيين، فهو لم يقدم جديد يعني في هذا الأمر. وأنا في الحقيقة يعني أنا لست إخوانيا أدافع عن الإخوان، لكن أنا أقول أن الإخوان المسلمين لم تتح لهم فرصة كافية، وأن كان هناك عوائق كثيرة جدا تحد من عملهم، كما كنا نقول دائما أن مشاكل مصر أكبر من أن يتحملها فصيل أو جماعة أو فرد أو حتى مجموعة أفراد. والدليل على هذا أيضا هذا الفشل الزريع اللي أصاب حتى ما يسمى بالقطاع العسكري، الذي تصور أنه يستطيع بإمكانيات التي تراكمت أن يتصدى لمشاكل مصر، فوقع أيضا تحت هذا الكم المتراكم. أستاذ أحمد صابر، خليك معي، ابقى معي لو سمحت. الأستاذ معطي منجب عاد إلينا مرة أخرى. أستاذ معطي، أود رأيك في بعض النقاط الأخرى التي أشار إليها الأستاذ أحمد الرسوني، وهي المتعلقة بفكر الإخوان، وقال أنهم يتميزون بضحالة في الفكر، وأنهم لا يقبلون المجتهدين، وأن المجتهد مصيره كان الخروج من الجماعة. ما تعليقك على هذا الكلام؟ أنا في الحقيقة يعني لست متخصص كالسيد أحمد الرسوني في شؤون يعني الدينية، ربما هو يعني ما يقول ضحالة فكرية لا يتفق معهم في كل أطروحاتهم الدينية المتعلقة بالسياسة، ولكن ما أريد أن أقوله هو أن الإنسان المنتخب الذي لديه مشروعية انتخابية مهما كانت ضئيلة على كل هي أقوى من المشروعية التي لدى الجيش، لا يمكن أن نقول أن للجيش لديه الحق في إزاحته، وإلا ما هي مرجعيتنا؟ واضح. المرجعية هي مرجعية مشروعية يعني المشروعية الشعبية للنظام، ولا يمكن بسبب الضحالة أو عدم الضحالة، وهل السيسي ليس ضحى الفكريين؟ وهل مبارك ليس ضحى الفكريين؟ يعني هذا المزج بين الأشياء. وكذلك هو ينسى الأستاذ ريتوني ينسى أن الثورة النصرية استفادت من نجاح الثورة التونسية، ولكن الثورة التونسية والنصر استفادت من فشل الثورة المصرية. هذا ما يسمى الأنقرون، أي أنه يدخل الأشياء عرفناها بعد، يعني أن النهضة تعاملت يعني اعتدال كبير ودفعت اليسار ودفعت الجرائم إلى أن يشغلوا بلادان. أستاذ معطي، طبعا أنا متفق مع رأي وموقف النهضة أكثر من موقف الإخوان. طيب أستاذ المعطي خليك معي لو سمحت. أستاذ منجب، أستاذ منجب ابقى معي،
سأعود إليك لمواصلة هذا النقاش، وأودك طبعا رأيك كذلك في التجربة المغربية وتجربة طبعا التونسية للمقارنة بينها وبين الإخوان كذلك في مصر في تلك الفترة. لكن في الأثناء مشاهدينا الكرام نتابع هذا المقطع من تصريح للدكتور أحمد الريسوني مباشرة إثر الانقلاب في مصر في يوليو جويليا سنة 13 و2000 وموقفه من مما حصل هناك. نتابع ثم نعود. ما حدث في مصر فضيحة للديمقراطيين المزعومين الزائفين. لقد كانوا هم هؤلاء السياسيين والحزبيين والثوريين الأدعياء، لقد كانوا هم أكثر الذين يصرخون الديمقراطية وانتخابات نزيهة، وهم الآن هم الذين انقلبوا عليها قبل الجيش في الحقيقة. قبل أن ينقلب العسكريون انقلب مجموعة من السياسيين، انقلبوا وأعلنوا بشكل صريح من أول يوم للانتخابات الرئاسية، أعلنوا أن هدفهم هو تنحية هذا الرئيس الشرعي المنتخب، إزاحته، تنحيته، الإطاحة به، وقبل ذلك عرقلة عمله بكل السبل من أول يوم، وهم يعملون كل ما يستطيعون لإفشال عمله، لعرقلة عمله، للإطاحة به في النهاية. وعلى مدى شهور وهم ينادون الجيش في الشوارع وفي القنوات، ينادونه وينادون قائد الجيش بالتحرك والمبادرة للانقلاب. فإذا كان هناك عسكريون انقلابيون، في الحقيقة هم آخر الانقلابيين. الانقلابيون الحقيقيون الأولون الذين يتحملون وزر هذه الورطة هم سياسيون معروفون الآن بأسمائهم وأحزابهم ولافتاتهم، لأنهم منذ شهور وهم ينادون الجيش ويحرضونه على الانقلاب. وأخيرا وقع هذا الجيش، أو بالأحرى بعض قادة هذا الجيش، وقعوا تحت الإغراءات والتحريض من الداخل ومن الخارج، فبادروا إلى إكمال الحلقة الانقلابية. إذن أعود للأستاذ أحمد صابر الأكاديمي المصري. أستاذ أحمد، الدكتور ريسوني وهو يتحدث عن موقفه من الإخوان ذكر كذلك التجربة المغربية والتجربة التونسية، وقال أنها كانت تجربة مستجيبة للواقع ومتعاملة معه. ما قراءتك أنت في هذه المقارنة بين الوضع في تونس أساسا والوضع كذلك في مصر في سنة الانقلاب سنة 2013؟ يعني لا أستطيع أن أنا أستنسخ تجربة وأعممها في هذه الأمور. كل بيئة بتنتج فعاليات، وأيضا أتصور أن الوضع في مصر يختلف اختلاف كلي وجزئي عما يحدث في تونس أو يحدث في المغرب. مصر هناك حكومة عسكرية أو في نظام عسكري بيحكم بحديد ونار. لا، المقصود أستاذ أحمد، المقصود أنه في تونس لما أحست حركة النهضة بالضغط وأنه وقعت اغتيال سياسي أول واغتيال سياسي ثاني، وبدأت كل الأحزاب مجتمعة تتحرك لإسقاط النهضة، وأغلقوا المجلس الوطني التأسيسي اللي هو البرلمان، وعملوا اعتصام سموه اعتصام الرحيل، حينما لاحظت كل هذه الأشياء انسحبت من الحكم مفضلة عدم إدخال البلاد في أتون حرب. هو يقول أنه النهضة فهموا الدرس وانسحبوا، الإخوان بقوا إلى آخر رمق، وكان عليهم أن يتفقوا على شخصية سياسية أخرى، البرادعي ولا عمرو موسى ولا أي شخص آخر، وينسحبون من أجل تجنيب مصر ما حصلت فيه الآن. هذا هو النقد تبعه يعني. نعم، هذا منطلق خاطئ، لأن أنا تحدثت مع الشيخ غنوشي، تحدثت معه في مكالمة تليفونية من لندن طويلة حول هذا الأمر وقضية أنه قد انسحب من الحياة السياسية. قال لي هذا ليس صحيحا بالمرة، نحن الحزب الأول في عدد الأصوات، نحن متواجدين ونشارك في قضية الحكم، أما كنا نحن يعني عدنا أو أبرزنا الجانب الدعوي فهذا لا يتعارض. إذا كان البعض تصور أو فهم
وانطلق من هذا المنطلق أن السيد الشيخ الغنوشي وجماعته قد انسحبوا من العمل العام أو من عمل السياسي فهذا غير صحيح. المنطلق هنا أعتقد أنه منطلق خاطئ، لكن هم استطاعوا أن يجدوا صيغة توافقية مع القائم والموجود وتعاملوا معه. أنا أعتقد أن الظرف الموضوعي في مصر مختلف. نعم. ما كانش فيه إطلاقا محاولة لهذا التوائم أو التوافق، ما كانش مقبول، ما كانش حيقبل. يعني النظام اللي موجود يعني وصف الجماعة بأنها جماعة إرهابية، فخلاص إذن بعد هذا الأمر لا يمكن أن يكون هناك موائمة سياسية أو مشاركة بأي شكل من الأشكال. طيب. المطلوب الآن هو أن حتى في عمليات ما يدعى الآن بالمصالحة أو التوافق، الشرط الأول القائم الآن المفروض على جماعة الإخوان المسلمين هو الانسحاب إلى الخلف وعدم التواجد في الساحة السياسية على المطلق. على المطلق، وهذا شرط لقبول الجماعة أو يعني عودتهم مرة أخرى. واضح جدا. للحياة كدعاء وليس سياسيا. شكرا لك أستاذ أحمد صابر الكاتب والأكاديمي المصري، كنت معي من لندن. ورحب كذلك بالأستاذ محمد أمحشول قيادي في العدالة والتنمية من طنجة. مرحبا بك أستاذ محمد. كيف تلقيتم تصريحات الدكتور ريسوني الأخيرة؟ مرحبا سيدي. على أي طبعا شكرا على الاستضافة، وما تم من تصريح الدكتور أحمد الريسوني أنا أحب أن أعطيه في مستوى القراءة على الأقل مستويين. المستوى الأول هو المستوى المبدئي، كون أن الإسلاميين منبوذ لهم ومستحب لهم ومطلوب منهم أن تكون عندهم سنة المراجعة، ما يعرف في أدبياتنا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، أي قدرة كبيرة على النقد الذاتي دائمة ومستمرة. طبعا هذا النقد الذاتي أحيانا يؤلم وهذا دوره، وأحيانا يوجع وهذا دوره، وأحيانا يشوش بين قوسين وهذا مطلوب. ما أن الغرض هو أن تتم مراجعة الأمور والنظر في مدى ملائمتها وفي مدى صوابيتها وفي مدى نجاعتها، وكل هذا مطلوب ومرغوب ومندوب. أنا أعتقد أنه عموما هذا النفس كلما ازداد في أي تنظيم من التنظيمات في التيار فكري أو سياسي يكون له دور مهم جدا في بناء مناعة معتبرة للجسم التنظيمي ولتوجيه القرارات والمقررات بما ينفع. طبعا أحيانا هذا الأمر يشوش ولكنه مطلوب ومندوب. إذا سألتني هل هذه المراجعة النقدية وهذا التواصي وهذا النقد الذاتي فيه جرعة كافية في ذات الحركة الإسلامية في المشرق وفي المغرب بشكل عام دون يعني لا غوص في التفاصيل، أنا قناعتي الشخصية أن صبيبنا في هذه المسألة ضعيف. يعني مطلوب منا أن تكون عندنا قدرات أكبر، ومطلوب منا أن يكون عندنا أكثر من أحمد الريسوني وأكثر من تصريح شبيه بتصريح أحمد الريسوني في كل وقت وحين. وهذه النهج المبدئي العام لا ينبغي أن يشكل لأي أحد حرج. ومثال ذلك أنه إذا سمحت لي فقط فكرة أخيرة. وما الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم حينما نزل يعاتب المسلمين في لحظات قاسية لم يعط اعتبارا كبيرا للسياقات، هل هي مؤلمة أم لا؟ قال منكم من يحب الآخرة ومنكم من يحب الدنيا. هنا النقاش يا أستاذ محمد، هنا مربط الفرس كما يقال. يعني الكثير ربما يتوافق مع الدكتور ريسوني فيما ذهب إليه، والكثير يقول هذه وجهة نظر وكله مقبول. يعني المشكل هو أنه التوقيت الآن، هناك مجموعة تفتن في السجن، أنت تعرف يعني بالآلاف عددهم ومن قتل منهم ومن شرد إلى غير ذلك، يقولون أنه الوقت الآن غير سانح، خاصة وأن من قام بالانقلاب في مصر يستعمل مثل قامة الدكتور ريسوني في تأييد ما قام به. وصار ريسوني الآن برغم الموقف نتاعو المشهور، لكن الآن بعد هذا التصريح صار ريسوني مؤيد للانقلاب. لا طبعا لا. بتأويل. ولذلك لا أنت لا عالم يا أستاذ محمد، أنت هو الدكتور ريسوني أستاذ مقاصدي والكل يشهد له بذلك،
وفي الفقه في قاعدة تقول أن الأمور بمآلاتها يعني بنتائجها، يعني ممكن يكون الأمر العمل حسن في حد ذاته، لكن إذا أدى إلى شيء سيء فيصبح سيء ويلغى. وهنا المؤاخذة التي حصلت للدكتور ريسوني، ألا تعتبر أنه عبارة أنه مرتاح كانت عبارة في غير محلها؟ ممكن، هذه ممكن من ناحية الشكلية، ولكن أنا الأشكال يمكن فقط هناك من لاحظ على كلمة أنني فرح. نعم. وهذا أنا أعتقد أنه لو انتبهنا إلى هذه الأشكال لما خلطنا ولما نظرنا إلى المضمون. أنا ما يهمني في هذا السياق هو أولا ينبغي التمييز، كون أن الموقف من الانقلاب المصري هذا موقف كل الأحرار وكل الديمقراطيين في العالم وكل من يتنفس يعني هواء الديمقراطية والحرية لا يمكن أن يقبل في القرن 21 أن يتم الانقلاب بالطريقة التي تم بها. أما وأنه تم انقلاب على الديمقراطية ومعه تم سفك دماء وسجن أحرار وغيره فهذا غير مقبول تماما، وهذه لا ينبغي أن نزيد فيها على بعضنا البعض. لكن مع هذا ينبغي أن ننظر بعين نقدية لتلك التجربة وأي تجربة. وحتى السياق أنا قلت لأحد الإخوة ودونت ذلك حتى في يعني في صفحتي، نعم، أنا لا أعرف شخصيا سياقا ملائما للنقد. النقد مطلوب بغض النظر عن السياق، لأن لو سكتنا بعد خراب البصر لماذا يصلح ذلك التواصي بالحق وذلك التواصي بالصبر؟ ما دوره إن لم يكن في وقته؟ ولهذا نحن قد يكون بقنوات أخرى يا أستاذ محمد غير القنوات الإعلامية يعني. أيوة، فلنقل هو همسا ولنقل هو نجوى، وهذه النجوى تنفع. لا ينبغي أن نكون واضحين. ولو كان كذلك لهمس أو لا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله همسا ولم ينشر ذلك في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. طيب. حينما أشار إلى موقع في أحد وحينما يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أن المسلمين الآن هم ينزفون دما وشجت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتل، ولهذا لا ينبغي أن نتحدث وننتظر الفرصة الملائمة؟ هذا لا يعتبر. طيب. أنا ما يهمني في هذا الأمر. نعم. هو أن ما أود أن أؤكد عليه بغض النظر عن الأشكال وعن بعض التجوزات في الكلمات والمفردات، هل جسم الحركة الإسلامية فيه ما يكفي من النقد الذاتي؟ لا. هل سي أحمد الريسوني صرف لكي تعرف أن هذا الأمر غير كافي؟ يعني خلال سنة لم يصرح أحد ولدينا تصريح واحد في مراجعة التجربة، وهذا غير معقول. ينبغي للجسم الحي أن يتفاعل باستمرار وأن يراجع وأن يسدد ويقارب. خليك معي يا أستاذ محمد. أستاذ معتي منجب المؤرخ المغربي مرة أخرى معي مرة ثانية، ينقطع الخط ثم يعود. خلينا يا أستاذ معتي فيما يتعلق بالتجربة التونسية يعني مقارنة بالتجربة المغربية، مقارنة بالتجربة المصرية. ريسوني قال كان يتمنى أن الإخوان يسلكون نفس مسلك حركة النهضة، يتنازلون عندما يعني ضغط عليهم الشارع. ما قراءتك أنت فيما حصل في تونس؟ لأنه في نفس الوقت الذي تنازلت فيه حركة النهضة الكثير قال أنها تنازلت عن حق لا يجوز لها التنازل عنه لأن الشعب هو الذي اختارها وكان لابد أن تبقى كائنا ما كانت النتيجة. يعني هو في السياسة عموما من لديه الحق لا يعني أنه يوافق الواقع وأن سياسته هي الأفضل وأن اختيارات التي ناتجة عن اعتبار هذا الحق هو الحق مطلق أن هذا هو المسألة الإيجابية. لا، مثلا علم الانتقالات، يعني هذا علم سياسي، جزء من علم سياسي، علم الانتقالات أو ما يسمى بالترانزيتولوجي، أظهرت في أمريكا اللاتينية بأنه إذا كان هناك حزب وحيد ولو كان منتخب ديمقراطيا أو نجح عبر ثورة ولو كان ديمقراطيا حقيقيا لا يمكنه أن ينجح في الديمقراطة وفي مسار الانتقال الديمقراطي إلا إذا كان لديه تحالف واسع من كل القوى التي لديها مصلحة سرير. إذن موقف النهضة كان موقفا صائبا جدا وكان سابقا على الضغط. قبل الضغط النهضة لم ترد مثلا أن يكون هناك النظام الانتخابي الأغلبي، لأنها كانت تعرف أن النظام الانتخابي الأغلبي سيعطيها الأغلبية الصاحقة بالمئة في المئة
داخل المجلس التأسيسي، لأنهم حصلوا على الدرجة الأولى في 97 في فقط يعني أفلتت لهم ثلاث دوائر في تونس لما قامت انتخابات من المجلس التأسيسي. نعم. إذن كان موقفهم صائب، وهذا هذا لم يصدم يعني لم يستغرب له كل المتبعين للحركات الإسلامية، لأنهم كانوا الفصيل الإسلامي في العالم العربي الأكثر تقدم على المستوى السياسي. وهذا نتيجة للنظام التعليمي التونسي اللي كان عقلاني وفتح أذهان. وفي النهاية يا أستاذ معطي، في النهاية حتى الرسولي نفسه يقول أن حركة النهضة أصلا في مؤتمرها العاشر الأخير استفادت من التجربة المغربية في فصل هذا الدين الدعوي على السياسي، ويقول أنه هو استدعي من القيادات ليحاضر لبعض كوادر النهضة عن ضرورة ومحاسن الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي. إذن هو يقول في النهاية الحركة الإسلامية المغربية لها الفضل حتى كذلك على الحركة الإسلامية في تونس في هذا المعنى وهذا الاتجاه. يعني على كل هو اتجاهان معا في المغرب وفي تونس يعني استفاد من بعضهما البعض. حزب العداله كذلك وكان يستفاد من تجربه النهضه قبل الثوره، يعني من مثلا يعني قبولها النقاش بالتفاوض مع اتجاهات يساريه كانت الى قريب يعني معاديه جدا للاتجاه الاسلامي، وذلك ما حدث يوم 18 اكتوبر مثلا 2007، بحيث كان هناك تآلف وبالكاد يكون تحالف بين يساريين وليبراليين وإسلاميين. نعم. وهذا أوقع يعني ضغط كبير على النظام التونسي من داخله، لأن بعض الناس حتى داخل النظام بما فيها أجهزة النظام كانوا يرون في هذا موقف واقعي وموقف جيد جدا لتونس. نعم. ولهذا أضعف النظام حتى من داخله. أما حزب العدالة والتنمية فهو عموما أكثر محافظة من اتجاه النهضة لتونس. طيب ابقى معي أستاذ محمد محجور، فيما يتعلق بانتقاد الرسوني كذلك للجماعة في ضحالة الفكر، هو سمى هكذا، قال أنا يعني ربما من مما يأخذه ضحالة الفكر وطرد المفكرين وأنه لا مجال للمجتهدين داخلها، وذكر بعض الأسماء. ما موقفك أنت من هذا؟ هل توافق في هذه النقطة؟ هو شوف يا أخي، عموما قاعدة عامة هو أن القوالب التنظيمية والتنظيمات هي تميل إلى التنميط، هذه قناعة عامة، ووجود مفكرين في التنظيمات هم دائما يعيشون هذا الحرج وهذا العنف، هذه قاعدة عامة مضطردة. التنظيمات بطبعها تريد الإيقاع العام والخط العام والانضباط العام والانضباط للمواقف العامة، وهذا يحد من حريه الراي. وهذه كل القيادات الاسلاميه عانتها على هذا المفهوم. الدكتور حسن الترابي مع سوريني حينما كان اخذ عليه انه يعبر عن مواقف يعني تتبعها احراجات لحركته. انا الدكتور الشيخ رافد الغندوش في تونس في احيان كثيره كان يعبر عن مواقف شخصيه، وكانت الحركه تتحفظ لانها هي اما اراء متقدمه وكان ينسبها الى ذاته، فهذه بشكل عام. ولكن في التجربة المصرية أردت أن أشير من ناحية الموضوعية، يمكن أن نلاحظ كون أن قيادة تنظيمية ديال الإخوان المسلمين هي عند بعض الإمكانات الفكرية أو الإمكانات ديال المحاورة والمجادلة وانفتاح الثقافات الأخرى والتيارات الفكرية والقدرة الاجتهادية يمكن تكون عندها ضعيفة، ولكن أنا تقديري الشخصي هو ان النظام ان نسبه الاخوان في مصر لا ينبغي ان تعزل على السياق المصري الذي كان فيه سقف الحريات محدود يعني واقع. نعم. وكان فيه اختناق. نعم. وكان فيه يعني ضغط وكان فيه محاصره، وتاريخ الاخوان في مصر كله كان يعني حصار وهروب واشتغال في التنظيمات السريه والجلسات المغلقه. نعم. هذا طبيعيا وتلقائيا يحد من القدرات ديال المناظره وديال الفكر، ويكون هم التنظيم كله هو ان يحفظ ذاته. نعم. الحمد لله صراحه اذا قرنا مع التجربه المغربيه التي فيها فضاء الانفتاح ورغم محدوديته في فترات تاريخيه معينه، وكان فضاء مفتوح للتيارات الفكريه وكان مناظرات ومحاورات، وهذه مكنت من القدرات الفكريه، اعتقد ان القناعه التي تحصل لاي احد منا حينما يلتقي مع قيادات من الاخوان المسلمين انه يحس بان فعلا انهم يعني عندهم
اقول قصور ولا عدم كفايه، وهذا متفهم في هذا السياق الذي ذكرته. طيب خليك معي استاذ محمد، هناك نقطه اخرى ساسالك فيها بعد قليل. استاذ المعطي منجب، البعض يقول بعد تجربه الربيع العربي مصر تونس والمغرب بالاساس ان الاسلاميين لا يقدرون غير قادرين على الحكم، يعني خاصه خذ مثال مصر وتونس، في كلا البلدين تنازل عن الحكم واحد قهرا والاخر طوعا، لكن في النهايه سوء تدبيرهم وسوء ادارتهم هي التي دفعت بهم الى هذا المصير. هل انت مع هذا الفكر ان الاسلاميين ليسوا قادرين على فعلا على اداره البلد عقود طويله، احسنوا فقط المعارضه للانظمه القائمه؟ هل انت مع هذا الراي؟ وما هي النقاط والمواضيع التي يجب فعلا على الحركات الإسلامية المشتغلة بالسياسة أن تراجعها؟ نعم، هو في الحقيقة هذا لا يخص فقط الحركات الإسلامية، بل كل الحركات المعارضة، وهذا لا يخص فقط العالم العربي. رأينا كيف أنه أثناء الانتقالات الديمقراطية والتغييرات السياسية في الثمانينات في أمريكا اللاتينية، ظهر بأن المعارضة يعني كأنها يعني سندت إلى المعارضة ونسف يعني ما يمكن أن نسميه إكراهات الحكم وطرق الحكم وفن الحكم. هذا يصف ثقافة كأنها معارضة، يعني معارضة، ويجب أن تبقى معارضة حتى لما يصلوا الحكم يبقون يعني في انتقاد في انتقاد، ويكون هناك يعني تدبير سياسي ربما أضعف حتى من بعض الحكومات الدكتاتورية. هذا مشكل الدكتاتوريات، ولما تكون هناك انعدام لنظام ديمقراطي مثلا لمدة 40 أو 50 سنة أو قد يزيد، يصبح كل يعني الطبقة السياسية التي لا توجد في الحكم ليس لديها تجربة تدبيرية وليس لديها تجربة سياسية حقيقية، بل يصبحوا كأنهم ناس يضحون بأنفسهم وهم أبطال وهم يعني كتاب وهم صحفيين، ولكن ليسوا يعني سياسيين يعرفون تدبير شؤون الدولة هذا. ولكن النهضة أظهرت على أنها قادرة على التدبير، وعلى أنها قادرة كذلك على التوافق، وأنها قادرة على التراجع وأن تضحي ببعض مصالح الحزب لصالح يعني أستاذ معطي أستاذ معطي يعني أستاذ معطي أستاذ معطي يعني تراجع النهضة أستاذ معطي يعني نعم سألتني سؤال آخر لا خليني لا سأبقى معك، يعني قصدي فيما يتعلق بنقطة النهضة، يعني يعني مسألة التراجع عن الحكم وعدم البقاء فيه رغبة تلبية لرغبة من انتخبها، هل تعتبر هذا شكل من أشكال حسن التدبير وحسن الإدارة للحكم كذلك؟ نعم، في فترة الانتقال يكون الخطر الذي يجيء يعني تجنبه هو خطر الانقلاب من القوى المناهضة للثورة، نعم، والمناهضة للتغيير. ولا يمكن أن نقول أن نداء تونس هو ثورة مضادة، هو نصف ثورة مضادة إلى شيء. إذن النهضة بتقديرها السياسي رأت بأنه من الأحسن أن تتوافق مع نداء تونس بعد أن يعني القوى بعضها محافظ وبعضها يريد تغيير هذه، كما تحالفت مع الليبراليين واليساريين في بداية الثورة في سنة 2011. وكنت قد سألتني عن بعض النقط، طبعا النقطة التي أنا أؤكد عليها هي أن الأحزاب السياسية الإسلامية عليها أن تتحول إلى أحزاب تدبيرية، لأن شؤون الدين وشؤون الروح هذا يعني المسجد، هذا المفكرين الدينيين، هذا الدعاة الدين، يجب أن تتحول إلى أحزاب تقدم خدمة للمجتمع على المستوى السياسي وعلى المستوى التدبيري، ولا تهتم يعني أو لا تهتم 100% يعني بالقضايا الروحية، لأن هذا يعني تقوم به أجهزة أخرى وتنظيمات أخرى وهي مشروعة تماما. ولكن الحزب السياسي عليه أن يهتم بالحكم وأن يهتم بالوضعية الاقتصادية للناس. نعم، يعني مسألة الفصل أستاذ منجب، مسألة الفصل بين النشاط الدعوي والنشاط السياسي اللي ذهبت فيه حركة النهضة السنة هذه وذهبت فيها العدالة والتنمية في مصر في المغرب منذ سنوات، هذا هو المنهج الذي يجب أن تسير فيه باقي الحركات الإسلامية بتقديرك؟ نعم، هي الحركات الإسلامية أحسن لها وأحسن للمجتمع أظن،
ان تتحول الى يعني لا شك انها ستكون حركات يعني محافظه على العموم وترتبط يعني بالقيم الاسلاميه، ولكن يجب ان تتحول الى يعني احزاب محافظه عاديه لا يمكنها ان تضغط على الناس ولو الصحابيين يعني يذهبوا في هذا الاتجاه او ذلك او ان يقوموا بالصلاه بهذه الطريقه او بالاخرى. هي احزاب سياسيه ما يهمها هو تكبير المدينه في كليتها. هناك يهود، هناك يعني ناس لا ليسوا مسلمين في هذه المجتمعات، وهناك ناس لا يفكرون بنفس طريقه الاسلاميين حتى ولو كانوا مسلمين، وستدخل يعني في صراعات لا حد لها. طيب. وهذا يضعفها. اذا من الاحسن ومن الاحسن للمجتمع ان تكون احزاب تكبيريه واحزاب معارضه، ولكن شكرا احزاب ولدوافع ويعني وقاعده سياسيه وليس يعني دوافع دينية. شكرا جزيلا لك أستاذ المعطي منجب المؤرخ والباحث في الحركات الإسلامية، كنت معي من الرباط عبر الهاتف. أستاذ محمد في الأثناء ورحب بالشيخ محمد الفزازي الإمام والداعية معي من طنجة كذلك عبر الهاتف. سأتيك شيخ محمد حتى أختم مع الأستاذ محمد محجور. أستاذ محمد، أنت كإسلامي وقيادي في العدالة والتنمية، ما الذي برأيك يجب الآن فعلا على الحركات الإسلامية المشتغلة بالسياسة أن تراجعه من حيث الحكم ومن حيث علاقتها بباقي عناصر المجتمع، عناصر المشهد السياسي، الأحزاب السياسية مختلفة الأطياف الأخرى؟ أعتقد أن عموما الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أو الحركات الإسلامية إن تنتبه إلى أن وظيفتها الأساسية حينما تدخل إلى السياسة هي أن تدبر الشأن العام، وحينما تدبر الشأن العام أنت بسبب إنجاز وإفراز سياسات عمومية إما وطنية أو إما حزبية تمكن من معالجة الاختلافات الموجودة في المجتمع بجميع أصنافه وبجميع فئاته وتلاونه الفكرية والدينية والعرقية، وينبغي أن تكون من خلال هذه المقاربة منتبه أساسا إلى معالجة الإشكالات الأساسية التي يعاني منها المجتمع. هذه هي المقاربة وهذه هي البوصلة. أستاذ محجور، ينبغي أستاذ محجور الاشتغال. أستاذ محجور، يعني أليس الحركة الإسلامية كما يقال رؤية مجتمعية وكذلك نموذج مجتمعي خاص بها؟ إذا كان نفس المجتمع، نفس النموذج تطرحه هي، تطرحه الليبراليون ويطرحه اليساريون والاشتراكيون والقوميون وغير ذلك، أين تميزها في النهاية إذن؟ تميزها يكون أولاً من خلال مرجعيتها. فنحن حينما نتحدث عن المرجعية الإسلامية نتحدث طبعاً على أننا نستقي تلك المرجعية في اقتراح المقاربات السياسة العمومية المختلفة التي نقترحها على أفراد مجتمعنا، وهذا مهم. فنحن لسنا ليبراليون متوحشون ولسنا ليبراليون عدميون، نحن نمارس السياسة من مرجعية إسلامية تستحضر المبادئ الإسلامية، القيم الإسلامية، القيم الإسلامية التي تستوعب، التي تبشر، التي تخدم، التي تدعى لقضاء حاجات الناس، التي تعدل، التي تحرص على المال العام، التي لا تكذب، التي لا تخون. هذه قيم أساسية، وتترجم هذه القيم أولا في السلوك الشخصي السياسي الذي ينتمي إلى الأحزاب المرجعية الإسلامية. ينبغي أن يتطابق، أن تتطابق. طيب، لكن هنا يتطابق الحديث أستاذ محجور، يعني عذرا، يعني هنا الكلام يتطابق حتى مع ما يقوله العلمانيون العرب. يعني خذ مثال المغرب، يعني العلماني المغربي ليس ضد الدين، ربما يصلي، ربما يحج ويصوم إلى غير ذلك، لكن يقول يا أخي أنا السياسة خليني أهتم بالقيم المجتمعية. نفس الخطاب يعني اللي تقول الحركة الإسلامية يقوله العلمانيون. إذا ما الفارق بين، هل يمكن أن نتحدث عن، هل يمكن أن نتحدث بعد، طبعا كان مصطلح الديمقراطية أخذ شوطا كبيرا وصراعا كبيرا وألفت فيه الكتب في تحريمه وفي تكفير من يقومون، ثم بعد ذلك يبدو وكانهم اتفقوا. هل نفس المسار بتقديرك ستأخذه العلمانية الآن، أنه سيأتي وقت يصبح حتى الإسلاميون نفسهم يتحدثون بالعلمانية أو يدعون العلمانية وينظرون لها كما حصل مع الديمقراطية؟ هو العلمانية مصطلح إذا أخذنا فيه حمولته التي راكمت مجموعة من المعاني السلبية والتي راكمت معارك بين التيار الإسلامي والتيار بين قوسين العلماني، إذا أخذنا بهذه الحمولة
ممكن أن نذهب في هذا الاتجاه، لكن ينبغي أن ننتبه إلى ماذا نضع في هذا الأمر. أنا الذي يهمني في المقاربة للمسألة السياسية هو أن دور السياسي، أن دور السياسي إنما يكون في رعاية المصالح العامة المشتركة. هو ليس فقيها وليس داعية وليس إماما مستجد وليس إماما للمسلمين، هو مكلف مفوض من قبل مواطنيه كي يظهر على تسيير وتنظيم الأمور المشتركة بينهم كي يعيشوا حياة أفضل. واضح. هي وظيفة تفويضية من القبيل السياسي. نعم. ينبغي أن يأخذها بهذا المعنى وأن يحرص على أن يترك نفس المسافات تجاه نفس عموم التوجهات، ويمكن أن يكون هذا الصراع أو التنافس أثناء الفترات الانتخابية، ولكن حينما يتولى المسؤولية الوطنية أو المسؤولية المحلية عليه أن ينتبه أنه مسؤول عن الجميع، وأنه لا يمكن أن يطبق قناعاته الشخصية. نعم. وتصوراته الفكرية الخاصة به على عموم الناس، ولكن يسعى أن يقيم العدل بين الناس وأن يدبر أمورهم على أحسن. واضح جدا. بما يمكنهم من عيش أفضل. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد محجور القيادي في العدالة والتنمية، كنت معي من طنجة. أطلب من الشيخ محمد الفزازي الانتظار دقيقة نذهب فيها إلى فاصل ثم نعود للحديث معه حبل تصريح طبعا الريسوني ومواضيع أخرى متعلقة بذات الشأن. فاصل قصير ونعود، فتفضلوا بالبقاء معنا.